قسما بالله هو ده اللي حصل. لا ومش كده وبس، ده في انقح. بنت اللي اسمها سينا اللي مرميه في السجن دي، والولية اللي اسمها زينات اللي نظرها راح، كريمه هي اللي متفقه معاهم على خطف ابن حسن. انا هوديكوا كلكوا في داهيه. تعالى هنا، رايح فين؟ رايح اقلب الدنيا على راسك وراس عيلتك واحد واحد. ما كل واحد لازم يعرف حقيقته. انتوا فاكرينها ايه سايبه؟ انت فاكره يا بنت ان انا هجيت منك من شويه؟ ولا تكونيش فاكره ان انا رجعت لك غصب عني؟ انا رجعت لك عشان حاجه واحده بس، اللي في بطنك. انما العيله دي انا ما يشرفنيش اقعد فيها يوم واحد بس. انت الغل والحقد والطمع عموك. الغل والحقد دي انا اتعلمتهم منكو، ده انتوا معلمين. فاكراكي لوحدك، قلت ابات معاكي. مالكم متعاركين ولا ايه؟ مفيش ياما، بس فتحي دماغه جايباه شمال ومحتاجة عدلة. ما هو طول عمره دماغه شمال. بلك انت بعد عملتك وجوازك من مفيدة كان لك شجاعات في البلد، بس احنا قلنا معلش عشان خاطر البت الغلبانة داي وغمضنا عينينا. يا ترى هتغمضي عينيكي برضه لما تعرفي ان كريمة هي اللي قتلت فريدة وابنها؟ الكلام اللي بتقوله ده يخرب بيوت وتطير فيه رقاب، وانت شايف الدنيا مش ناقصة. ما انا مش هسيب مروان كده على عماه. الراجل لازم يعرف، لازم يرتاح. الراجل من ساعة ما مراته ما ماتت وهو هيموت عايز يعرف مين اللي قتلها وقتل ابنه. مش هيصدقك عشان مروان عاجل. اهدى يا فتحي، ده اللي بيلاقي حيطة تداريه بيقول الحمد لله. يا راجل ده انت عايش وسط أكبر عيلة في البلد. ما عشان أكبر عيلة في البلد ما ينفعش كبيرها يفضل كده على عماه. وعشان انت كمان تعرفي ان انت متجوزة أنضف واحد في العيلة دي. انت واحد من العيلة دي يا فتحي، عيب. يعني لو عينك شافت حاجة حفشة تدور وشك تعمل روحك مش شايف. ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ كل واحد في العيلة دي لازم يعرف حاجة، وانا مش هقول حاجة غلط لا سمح الله، انا هقول اللي شفته. مش هتجيبها البر. هو مين ده اللي مش هيجيبها البر؟ يعني اللي بيقوله ده صح ياما؟ ايوه صح، انت لسه بتسالي؟ حصل وشفته بعينيا. يا مري ده لو مروان عارف مش بعيد يقتلها. ايه عددتين اللي حطها على دماغنا؟ انت تسكت خالص وتقفل خشمك. لا مش هسكت، انا بقى عايز مروان يقتلها ويخش السجن ويتعلق لكم كده على حبل المشنقه، عشان الكبير اللي انتم مصدعيننا بيه ده تشوفوه جثه قدامكم كده. انت مش هتطلع من هنا يا فتحي. بعد عني يا بنت بدل ما اخلص عليك. مش هزيمك فتحي. الكلام اخده عطا حبيبي. لا عطا بقى ولا عطيه، الكلام خلص خلاص. يعني مش ناوي تسكت يا فتحي؟ لا يا جبريه مش ناوي، وريني بقى هتعملي. يا خسارة. خسارة يا فتحي. سأقول لك إيه؟ محدش بيهرب المكتوب يا ولدي. الله يرحمه. شدي حيلك يا بنتي. نورت البيت والله. اللي بتعمله ده مش حلو يا حسن. ليه يا ست نعيم؟ وانا عملت حاجه غلط لا سمح الله؟ ده انا جايبك تقعدي هنا تغيري جو كام يوم. عصام مش هيسكت لك على اللي انت بتعمله ده. عصام
هنشوف. نفسي افهم انت عايز ايه من تصرفاتك دي؟ لينا امانه عندك. عندنا؟ ايوه عندك. امانه ايه دي يا اخوي؟ لا بقى، ده انا اللي ليا عندكم وكتير وكتير قوي. ليا حقي من ميراس عبد الحكيم الله يرحمه، وحق ابني اللي انا مصهينه ومطنشه عليه. تقوم تقول لي حق؟ حق ايه بقى يا الدلعات؟ اخوي لحمنا، احنا عايزينه. احنا؟ انتوا مين؟ احنا البيت الكبير. بيت الكبير؟ على حد علمي يا اخويا ان البيت الكبير ده اتحرق وبقى كومة قش. البيت الكبير موجود واهله موجودين وهيفضلوا طول العمر موجودين. بأمارة ايه؟ ها؟ بأمارة ايه؟ بأمارة ما جيت لكم زمان وانا مسكينة وعايزة الدارة تحت جناحكو؟ بأمارة ما كنت عايزة اتحمى فيكو وطردتوني؟ طب ما انا بقول لك اهو، انت حرة في نفسك، انما اخوي هيبقى في حضننا. ابني هيتربى في حضني يا حسن، لا هو رايح هنا ولا هنا. يا ست نعيمة، وانا هحرمك منه لا سمح الله؟ بالعكس، انت في اي وقت اي وقت عايزة تشوفيه هتلاقيه. يا ريتا! ريتا! ايوه يا حسن، انت بتزعق ليه كده؟ في ايه؟ شوف الست نعيمة لو عايزة تشرب حاجة ولا تتعشى، بعدين خديها تختار الأوضة اللي هي عايزاها عشان تنام فيها. أصلها هتشرفنا هنا كام يوم. لا يا أخويا، أنا مش عايزة آكل ولا أشرب. أنت إيه خاطفني؟ أنا مش هقعد هنا ولا لحظة. إعمل اللي قلت لك عليه. منورة يا ست نعيمة. شكرا يا أختي. بس يا حبيبتي بقى، بس حد يعمل عمليتك السودة دي يضربه بالسكينة؟ احنا ناقصين يا ولية. اكتمي اكتمي خالص يا شيخة، هتودينا في داهية بلا نيلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اللي حصل؟ مد يد على كان هيسقطها. هو فين؟ جوه جوه يا اخوي. سجدها. ايه هتعمل ايه؟ هشوف دكتور يجي يشوفه قبل روح ما تطلع. صح. يا دكتور، انا مروان عبد الحكيم. لا لا لا، جايبه الشاي عشان نقعد ونتكلم كلمتين.